مساء الخير، هفتح سؤال 65. طبعا هذا السؤال من أهم الأسئلة، وسؤال الفاينل الفصل الماضي أجا واحد بشبهه من الأسئلة الثانية من البروبلم. اللي راح يفهم فكرة هذا راح يعرف أي سؤال مباشرة. طيب السؤال حكي لي، في عندي بهاي الحالة البار AB has constant angular velocity 25 راد لكل سكند counter clockwise، يعني بلف عكس عقارب الساعة. أوجد بهاي الحالة الأنجلر فيلوسيتي للمستطيل BF DH، أوجد الفيلوسيتي عند النقطة. طيب كيف أحل السؤال؟ كيف كذا؟ بكل بساطة زي ما كنا نعمل أول إشي، منحل أوميجا AB نطلع منه VB أوميجا R، خليها كفكتور، بعدين منروح ED R من السبورت للنقطة، وإيش نطلع أوميجا DE كمجهول، وهذا المستطيل له أوميجا واحدة بعتبرها نفسها مثل هاي، يعني بنحكي بي ريلاتيف لدي او دي ريلاتيف لبي، يعني زي هاي. هذا المستطيل بعتبره، هذا المستطيل بعتبره زي هاي، هاي كل الفكرة. فبدنا نحله احنا مباشرة. عندي انا الاوميجا، اوميجا اي بي شو بساوي؟ 25 كي هات كفكتور، لانه يعني كاونتر كلوك فايز. فشو بقول له؟ في بي تساوي اوميجا اي بي كروس R A B من السبورت للنقطة، شو بده يساوي؟ 25 كي هات كروس R A B، R A B يعني من السبورت للنقطة اللي هي 20.3 ضرب 10 قوة سالب 2 ايش؟ I هات. ليش حولت سالب 2؟ لأنه سنتي و 2 متر كيب I J. فشو بضل عندي؟ 25 بدي اضربها بس، 25 ضرب 20.3 ضرب 10 قوة سالب 2 بيطلع معي 5.075 جهات كيب اي جي. طيب شوف في عندي كمان، بروح على السبورت اي دي من النقطة المجهولة نقطة الهنج دي، ففي دي كفكتور تساوي اوميجا دي اي كروس كي هات طبعا كروس ار اي دي من السبورت للنقطة يساوي اوميجا اي دي مجهول كي هات كروس ار اي دي من السبورت للنقطة 20.3 ضرب 10 قوة سالب 2 ايش؟ جي هات. كيف جي سالب اي؟ فبيطلع عندي سالب 20.3 ضرب 10 قوة سالب 2 اوميجا دي اي اي هات. طيب شو بضل عندي؟ بضل عندي الاشي الاخير اللي هو اللي نسبهم لبعض، في دي ريلاتيف لبي، في دي ريلاتيف لبي شو بدها تساوي؟ اوميجا الحرفين اوميجا دي بي، اوميجا دي بي نفسها هي اوميجا المستطيل اللي بده اياها، تلف الكي هات كروس ار من بي لدي، من بي لدي هاي بي لدي. طيب كيف تطلع هاي هيك كسهم ماي؟ كيف بدي اطلعه؟ عندي اذا هاي المسافه كلها 40 وهاي المسافه 20 بتضل هاي 20 وطول الوتر 40.6، فبطلع ساين انفرس ال 20 على 40.6 بيطلع معي بالضبط تساوي 30. فايش الزاوية 30؟ فشو بيكون عندي؟ الاي هات اللي هي طول الوتر 14 قوس سالب 2 في كوساين 30، وايش طبعا والاي هات هاي ايش؟ اي هات، والجهات سالب 40.6 ضرب 10 قوس سالب 2 ساين 30 جي هات. طيب شو بعمل؟ بخليها كفكتور، بشيل الكروس برودكت كيف في اي جي، ف 40.6 ضرب 10 قوس سالب 2 كم؟ كوساين 30 بيطلع معي 0.351 ايش؟ كي في اي جي، وكي في جي سالب وفي سالب، هاي كي في جي سالب وفي سالب موجب، موجب كم بضرب هذلاك بس بالساين، ساين 30 تطلع معي 0.203 اي هات. ايش طبعا؟ اوميجا دي بي، اوميجا دي بي. طيب ايش بعمل انا؟ بحكي له في دي تساوي في بي زائد في دي ريلاتيف لبي، في دي اللي طلعتها انا فوق هي سالب 20.3 ضرب 10 سالب 2 اوميجا دي اي اي هات، شو بدها تساوي؟ في بي هي 5.075 جي هات، وزاد الريلاتيف اللي هي هاي زائد 0.203 اوميجا دي بي اي هات زائد 0.351 اوميجا دي بي
جهات، معادلتين مجهولين، فأنا راح أقول له آي لحال وجي لحال، فالأسهل إني آخذ جي صفر تساوي 5.075 جهات زائد 0.351 أوميجا دي بي، طبعاً أوميجا دي بي بدون جهات، بدون جهات، فتطلع أوميجا دي بي مع دي بي إيش هي؟ اللي هي اللي بده إياها المستطيل. نقول للطرف الثاني 5.075 تقسيم 0.351 تطلع معي بالسالب 14.45، يعني بالسالب يعني مع عقارب الساعة، هاي أوميجا المستطيل. فلو بدي أفتح حل المانيوال ولا سؤال 65، سؤال 65 أوميجا هو حله كفكتور، هي في بي وهي في دي ريلاتيف لبي مايل بزاوية 30، حل تطلع معي هو حله على التريانجل طلعت 14.3 مع عقارب الساعة يعني سالب. بضل أوميجا بضل هسه السرعة الثانية بده سرعة اف. طيب احنا لما نكون عم نجد سرعة دي شو كنا نعمل؟ ننسب بي لدي او ننسب دي لبي ونطلع. فايش احنا بنعمل؟ بدنا سرعة اف، ننسب بي لاف، فبنحكي له في بي في اف تساوي في بي زائد في بي في اف ريلاتيف لبي، يعني زي هيك. هاي بدي احلها على الجهة الثانية، بدي انا في اف بدها تساوي في بي زائد في اف ريلاتيف لبي. في بي ايش؟ ما انا طلعتها 5.075 جهات. طب في اف ريلاتيف لبي شو بعمل؟ وين في بي في اف ريلاتيف لبي؟ اللي هي اوميجا للمستطيل اللي انا طلعتها سالب 14.45 كي هات كروس ار. ار ايش؟ ار من بي لاف، من بي لاف، من بي لاف كم؟ اللي هي 20.3 كتحليل. حلل كوساين وساين وبطلع معك الجواب. طلع الجواب طلع معي هيك. هيو هو شو عمل؟ حكى في اف بتساوي ار في اوميجا، طلعها كفيكتور يعني كماجنتيود، وهي هي كفيكتور. وايش عمل بعدها؟ انه حكى ريلاتيف هاي جهات اللي هي نفسها 5.045، وهاي اللي هو اللي طلعها هو عمل يعني طلع هاي، طلع هاي كماجنتيود بعدين حلل، يعني نفس الاشي الزاويه 30 وهاي الجواب النهائي، وهاي كماجنتيود وزاويه، هذا الاشي كماجنتيود وزاويه. هاي فكرة هذا السؤال، هذا السؤال بيجي بالامتحان، بس بدل ما يطلب السرعة عند F مثلا بيطلب التسارع، فبنستعمل طريقة الريلاتيف اكسلريشن اللي بدي اشرحها بعدين. يعطيكم العافية.